بقالي 8 سنين بشرب مخدرات. مخدرات يعني خلتني اخسر كل حاجة. بدأتها بالحشيش، بعد كده أربع سنين بشرب حشيش، بعد كده نقلت للستروكس والمواد المصطنعة بأجمعها. صنايعي جلر خام بلمع عرضيات وكده، ما خسرت الشغل بتاعي، كانت اليومية بتاعتي حلوة. عانيت كتير قوي في الإدمان بتاعي، من النشط المخدرات خسرني شغلي، خسرني بيتي، خسرني أهلي. بدأت اللي أنا وصلت معايا المرحلة اللي أنا بقيت أمد إيدي في البيت، أخدت تليفون أختي قبل كده، خدت فلوس من الحصالة ما صدقتنيش ساعتها. رحلة التعافي بدأت معايا اللي أنا كنت واخد شغلي من واحد اللي أنا بيعه، وحصلت معايا مشكلة وشربت الحاجة وخبط على والدي وكان هيعمل معاه مشكلة، ولقيت إخواتي البنات نزلوا الشارع، فبصيت لنفسي في موقف اللي أنا بقيت يعني مش راجل بمعنى الأصح، يعني اللي أنا إخواتي تنزل هي اللي تحللي وأنا ولد على 3 بنات والدي عامل 3 دعامات على قلبه وقلبه مفتوح وكده. والدي اتصل بالخط الساخن 16023، والحمد لله يعني بعديها بتاني يوم أقرب مكان ليا واتحجزت فيه، فدخلت الديتوكس قعدت بالظبط 10 أيام، عملت أعراض انسحاب، وبعد كده نقلت الأفوي. كان معايا أخصائيين ومعايا مشرفين متعافيين برضو، مدمنين متعافيين، خدت منهم الأمل وعرفت يعني إيه تبطيل، وعرفوني كل حاجة، يعني غيرت السلوكيات وغيرت التفكير بتاعي، وإزاي أتعامل مع الفكرة لما تجيلي، إزاي أتعامل مع فكرة ضرب، إزاي أشتت الفكرة، إزاي أدعي وأشارك لما أقع في موقف، أجرد الموقف بتاعي. لما جيت بقى اتعافيت وكده ودخلت البيت، حسيت بتغيير، حسيت اللي أنا ما يعني اللي أنا ما كنتش أنا أصلاً. حسيت بقى عبد الرحمن ده حاجة تاني، عبد الرحمن بقى أذكى من اللي هو قبل ما يبقى بيشرب مخدرات، يعني بقى عنده كمية ذكاء أذكى من البني آدم الطبيعي، يعني ممكن البني آدم الطبيعي يبقى فيه عيب عنده بيحركه ومش عارف يتعامل معاه. الشباب اللي أنا بوجهها بقى من سني دلوقتي، يعني أنا ببقى عايز أقول لهم اللي أنا جربت لكم كل حاجة، لو ماشي في الطريق دوت يقف وياخد قرار ويعمل نفسه ستوب. حياتي اختلفت يعني مش هقول لك 100%، مليون في المية بالتغيير. التغيير حاجة حلوة قوي، ويعني كفاية اللي أنا بس بنام وبصحى طبيعي ومفيش أي تأثير، وبخش الحمام طبيعي، باكل وبشرب طبيعي، الحمد لله، يعني حاجة جميلة قوي التعافي، الحمد لله.